بشرق الوطن. دائما نقول يفضل البعض من المواطنين الهروب من ضجيج المدينة، خاصة مع الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة التي تزامنت وشهر الصيام، للتوجه نحو شواطئ البحار بحثا عن الهدوء وكذلك برودة الطقس والجو. العينة من شاطئ المنارة الكبير بولاية جيجل مع أيمن عبد الرحيم ونجمة بوكرشة. في السنوات الأخيرة أصبحت مختلف الشواطئ على غرار شاطئ المنار الكبير بجيجل الوجهة المفضلة لعشرات العائلات والمواطنين، سيما الصائمين منهم القادمين من بعض ولايات الجنوب الجزائرية. كي جينا لهنا باش نعدو رمضان، ورمضان تسمى كعرف كي يجي في الصيف تسمى سخانة وكذا، نروح للبلاصة كما يقولوا فيها البرد، نوع جيجل نوت زير البلايص اللي فيها البحر. معنا نسمى في الصيف سخانه معنا كبير، ما تقدرش تخرج كما كصباح ما كلاش من بعد المغرب، فاللي صباح ما تقدرش تخرج، وانا الحمد لله معنا تخرج تعيشك الجو الرمضاني صباح. انا في البرود هنا رمضان، انا في البرود هذا جايبنا ما غادي جايبنا البرود هنا والراحة والحمد لله، اللهم لك الحمد. يفضل هؤلاء الهروب من ضجيج المدينة والاكتظاظ الكبير الذي تشهده، خاصة مع الارتفاع المستمر لدرجة الحرارة التي تزامنت وشهر الصيام والتوجه نحو شواطئ الولاية بحثا عن الهدوء وبرودة الجو. الحر هنا باش كما يقولوا الواحد يريح يبروبوزي من الضجيج تاع المدينة وكذا والسخانة، ومونطو هنايا كما يقولوا راه كاين نسمع الريح ما شاء الله في إقبال، وخاصة من العائلات خاطرش كاين الأمن. سمعت بلاصة شابة الله يبارك لك تشوف فيها. عوامل وأخرى تميزت بها جوهرة الساحل وجعلتها تتحول من سواحل وكورنيش ساحر أبهر السياح والمصطفين إلى قبلة للصائمين.